في ابو ظبي امل رايحه تقابل ضيفتها اللي جايه خبيره التغذيه، لكن اهم حاجه يا امل ابعدي عن الميزان. اليوم تصويرنا راح يكون بصيدليه، وطبعا مثل العاده الشباب خبوا كاميرات، في كاميرا هون، واحدة تانية هون، والثالثة سوري جايز هون. الشباب صاروا جاهزين لحتى يتخبوا، وأنا راح روح لحتى ساعد الضيفة تبعنا. هاي كيفك؟ يلا تفضلي، راح ورجيكي شوي مهمتك اليوم كيف راح تكون بهالسكشن، وأنت راح تكوني هون. باي حبيبي. باي. أنا رويدة المحروقي، بس اليوم راح أكون هويدة أخصائية تغذية. أهلا. أهلا، مرحبا حبيبتي. شو المشكلة؟ تساقط شعر. تساقط شعر؟ من متى أنت تعانين تساقط شعر؟ تقريبا شي 3 شهور. ما هو شوفي، الشعر يخف لأسباب، يعني أكل، سفر، ماي، ضغط نفسي، يعني أيوة. عندك ضغوط، كل هالأشياء. سألت قالوا لي الماي. الماي؟ اي ماي؟ ماي الامارات يعني؟ لا 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 ولا لا 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 ماي الامارات لا لا. كم وزنك؟ 84. طول؟ 170 او 160. شو لون عيونك بس؟ دارك براون؟ يس. وين تشتغل؟ لو بيهمنا نعرف لحتى نشوف. عشان نفسيتك، نحن لازم نعرف، لان الاماكن مكان العمل. انت تدرس؟ يس. شو تحس بتعب، ارهاق؟ ما نحاول وفق بين الدراسه والرفقه والشغل. بس ما عندك اي مشاكل يعني في الجسم وكذي؟ ما عندك؟ لا، بس الكل الموضوع كله نفسي. اوكي. نفسي كله؟ نفسي. تفضل. رويده المحروقي؟ لا هويده. هويده نفس الاسم يعني، متشابه للفنانه بس. لا انت الفنانه رويده؟ لا بلا. لا مستحيل، يعني رويدة وقاعدة هني شو أسوي؟ اعملي كذا واحدة حتى هو ما يفهم شو عم تعملي. برافو. اهدى بس. تاكل وايد أشياء. مرحبا. كوليسترول. الوزن 85 كيلوغرام. مرحبا. الوزن 85 كيلوغرام. الطول 170 كيلوغرام. الوزن المثالي 70 كيلوغرام. اضطرابات. ليش في اضطرابات؟ وضع اجتماعي شوي. alert heavy weight. alert heavy weight. تنزلين احسن. وزن ثقيل. يعني أشعر، أنا وزنت حالي 75. كم طولك؟ 105. لا خلينا نطلع الميزان مرة ثانية برضو. ما علي هيجن الميزان. لا مو مشكلة، امسكي هذيل بس، حطي يدينك هني. اوكي، لا تحركين بليز. فارس لكمية الدهون، نسبة الدهون 3%، نسبة الدهون المثالية من 15% إلى 24%. أفا. ترفع يدك اليسار لو سمحت. ما هي أحبها المرأة؟ شو أكثر شيء تحب تأكله؟ عيش بزالة. شوف الحين الرز وايد زين، العيش وايد زين. ما عليك من الجهاز، الرز زين. أنت دائما تشي صوتك، تتكلمي بهدوء؟ يعني هو واطي. يلا. تشغيل نظام الغناء. نظام الغناء. قولي. أعلى. أعلى. بيعطيك جملة تقولينها أنت بشكل غنائي. اوكي تسوين عشان نشوف كيف الصوت عندك وطبقات الصوت، تعرفين كل هالاشياء تاثر على الجسم على الشعر. غني الطبقات
غريب الطبايع. غريب طبايع. جماله بدايع. جماله بدايع. غريب الطبايع. جماله بدايع. تعرفين تقولينها بلحن؟ غريب الطبايع جماله بدايع. غريب الطبايع جماله بدايع. به الوصف ضايع. به الوصف ضايع. وصفة عديمة. وصفة عديمة. اضطرابات بالأوتار الصوتية. تفضلين تغنين شيء انت حافظتنا احسن. انت حافظه شيء يعني تفضلين تغني. غريب الطبايع. غريب الطبايع جماله بدايع. يلا رويده جربي صوتك انت غنيها. اول مره اوقف على الجهاز. يعني سوسو اشتغل. يقولون من تغلى تخلى علينا وانا عنك ما تخلي. النشاز هنا صح؟ صوتك حلو. غريب الطبايع جماله بدايع. به الوصف ضايع وصفه عديمه. اوكي شو اعطاك فزوره؟ قال لك سعيد وعيد على الشجره، بعدين قال لك نزل عيد. من بقي؟ سعيد. سعيد. مركز. اوكي حلو تركيز زين. اوكي خليك عيد. مره ثانيه لو سمحت. سعيد. مره ثانيه لو سمحت. سعيد. قرب يمكن. سعيد. زين حاول تحضن الجهاز يمكن. سعيد. سعيد. لا اله الا الله. مرة ثانية ما عليه. سعيد. اوكي. من هذا؟ قول عمي قول. انت منو؟ كمال يحيى. كمال يحيى. كمال يحيى. اهلا وسهلا سيد كمال. شكرا. اغمض عينيك. وخذ نفس عميق. وخذ نفس عميق. اضطرابات في المعدة. صح؟ اضطرابات في المعدة؟ شهير في الليل. واو. صح؟ يناخر في الليل؟ يناخر؟ مع ذلك انا انكر. اغمضي العينين. اغمضي العينين. ارتاحي، ريلاكس. انت على الشاطئ. انت على الشاطئ. في جولدن. إلا عم ما كان عم بتساعدك لتفوتي بالجو. هاي بس عشان انت تدخلين في الجو لان مو بطايعة تهدين. احلام غريبة. احلام غريبة. ما حد. شو فكرتي؟ قولي لي شو فكرتي؟ حسبيتش ها؟ قلت لك في شيء مش طبيعي. شو فكرتي؟ لا انا تخيلت حالي انه هيك وزني. قال له لانه نفسيتك تعبانه احنا عامل لك فحص ضحك. مود ال تشغيل جهاز الضحك. جهاز الضحك. تشغيل جهاز الضحك. اوكي. اضحك ما بتطلع ارتجالية. لا كذي. لا مو بتمثيل يعني حاول ان تطلع شيء اعلى اعلى يعني من خاطرك. ايوه. حسيت انك ارتحت؟ شو حاسه؟ مبسوطه. مبسوطه؟ انبسطتي؟ حسيتي ارتحتي؟ شفتي؟ يعني في نتيجه صح؟ خليها تتحيل الحاله بالشيء محل. غمضي عيونك وتخيلي نفسك بمكان. يعني لو قلت لك الحين تخيلي انت يعني بحر وجاتسكي وهذا ما تقدرين. تخيلي حالك يلا. اوكي حلو يلا. تخيلي انت يلا اون جاتسكيز. كيف الحركه بتكون؟ ايوه. تخيلي انك على البحر. تخيلي انك على البحر والامواج تسحب فيه. امواج. غمضي عيونك. غمضي عيونك. هدوء. تخيلي ان خلفك هنالك متوحش. تخيلي انا تخيل يا مراج شيء متوحش. انظر إلى الخلف. انظر إلى الخلف. تعالي تعالي. لا هاي أمري فكرت الآلة الغريبة. شفتي ما طلعت آلة غريبة مراج. انظري فوقك.
هذه هي رويدة المحروقي. تشوف اي شيء حواليك؟ ما شكيت؟ ما شكيت ابدا؟ ما شكيت. كيف ما شكيت؟ ما توقعت. ها رويدة كيف كان يومك اليوم؟ كان وايد حلو، انبسطت. كيف حسيتي نفسك؟ انا وسوسو؟ اكيد لا، انا وسوسو مش اصحاب. لا 100%. طب قولي لي شو، كيف حسيتي حالك؟ كيف كان تفاعل الزباين معك؟ انا استغربت ان الكل عادي، يعني اخذ المقلب وكمل، يعني عرفتي؟ وانت كنت كثير طبيعيه على فكره، انا ما كانت رده فعلك انك تبيني. يعني كم مره كنت ابغى اضحك؟ بس ما كان ببين عليك. بكل الاحوال انا كثير انبسطت فيك اليوم، وانت ضيفه خفيفه لطيفه. ما يا الله، جود لك. ثانك يو سو ماتش. كيف انتش؟ ان شاء الله خلاص. يلا باي باي. خلصنا بقى من نصايح الجمال والتغذيه، ونرجع للجد شويه مع ضيفي اللي جاي ابو البترول.